من المصطلحات المهمة أيضا اللي احنا هنقابلها في المواصفة بتاعة الأيزو 45001 هي الـ issues of concerns أو القضايا ذات الشأن. والقضايا ذات الشأن هنا بمعناها هي الموضوعات الخاصة بهذه الشركة، واللي برضه هتؤثر على قدرة المؤسسة على تحقيق النتائج المطلوبة للسلامة. يبقى انا لو انا بعمل سوات اناليسيز، انا سوات اناليسيز هيطلع لي كل الايشوز اوف كونسيرن اللي ممكن تكون عندي في الشركه، كل الموضوعات. ومثال عليها مثلا لو احنا اتكلمنا على الانترنال ايشوز اوف كونسيرن، القضايا الداخليه، بنتكلم على النوليدج، على الكومبتنسي، على الاكتيفيتيز، على البنيه التحتيه، على الموارد، على الهيكل التنظيمي، على على المسؤوليات، على المعايير المطبقة، على الأهداف. كل دي موضوعات لو أنا بقوي في هذه الموضوعات وبعملها بكفاءة وبحرفية عالية هتمثل ليا نقطة قوة وفرصة للتحسين. ولو أنا العكس تماما، أنا عندي فيها شورتج وعندي فيها مشاكل، فبالتبعية هتمثل ليا ريسك، سواء كان ريسك على الصحة والسلامة أو ريسك على البيزنس أو مجال عمل الشركة. من ضمن النوع الثاني بقى، لو احنا بنتكلم على القضايا، هي القضايا الخارجيه. انا عندي external issues of concern هتؤثر على قدره الشركه على تحقيق النتائج، زي اي عوامل سياسيه واقتصاديه موجوده عندي، اي عوامل اجتماعيه، عوامل تكنولوجيه، بيئيه، قانونيه، منافسين ظهروا لي في السوق جدد، مقاولين، موردين بايجابياتهم وسلبياتهم. كل دي تصنف كـ external issues of concern، تؤثر أيضا على قدرة المؤسسة على تحقيق النتائج المطلوبة منها.